شيخ عفى الله عنك، ما حكم استعمال النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب؟ الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار، يعني إذا قال الصائغ هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء، فإن المطلية بها محرم لأنه استعمال لذهب. نعم، فإن المطلية بها يحرم استعماله في الأكل والشرب لأنه يستعمل الذهب حقيقة. وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به، أي لا بأس بأن يأكل ويشرب بها، لكن الأفضل ترك ذلك. الأفضل ترك ذلك، لماذا؟ لأن من نظر إليه وهو يأكل فقد يسيء به الظن ويقول هذا الرجل يأكل بآنة الذهب، ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهبا خالصا فيقتدي به. وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني. نعم.